الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في مدارسة هذا الكتاب القيم، هو كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله: يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. وأن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب الخطيئة، بسبب خطيئة واحدة، وأنه أهبط إلى الأرض من أجل إعمارها، وأن الله تعالى تاب عليه واجتباه، وأنه أنزله في دار الامتحان من أجل أن يرفع درجته سبحانه وتعالى بالعبادة وبالرجوع إليه إلى آخره. ومن ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآيات في قيام الليل، الذي يقوم ويصلي من الليل ويتضرع لله سبحانه وتعالى ويخفي أعماله الصالحة ويخلص لربه، قال تعالى عنه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فكأن بينهم وبين مضاجعهم جفاء، لأنهم قاموا وتركوا هذه المضاجع ليس رغبة عن النوم، وإنما عبادة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من غضبه وعقابه، وطمعا في فضله ورحمته سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أنهم أخفوا أعمالهم في الدنيا فأخفى الله لهم الثواب والفضل العظيم في الآخرة. قال بعدها: تالله ما نفعه عند معصيته عز أسجد، ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني قال لك آدم عليه السلام أعزه الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود له، بالسجود له، فأكرمه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير من الخلق، حتى أنه أمر الملائكة بالسجود له وشرفه بالعلم، لأنه علمه أسماء الأشياء، وهذه الأشياء خفي علمها، علم أسمائها، للملائكة. فلما عرضهم الله سبحانه وتعالى للملائكة وقال المقولة المعروفة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتمون. فكون رب العزة والجلال يعلم آدم عليه السلام هذه الأسماء ولا تعلمها الملائكة، هذا شرف لآدم عليه السلام. شكل العلم ده بيرفع صاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وخصه قال: ولا خصيصة لما خلقت بيدي، يعني هذه لم تنفعه في تلك اللحظة، لما خلقت بيدي، لأنه جاء في الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الرابع أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله بيديه أربعة أشياء، خلق الله بيديه أربعة أشياء، وذكر منها آدم عليه السلام. ولا فخر ونفخت فيه من روحي، قال ونفخت فيه من روحي، وهذه مفخرة لآدم عليه السلام. وهنا لا يفهم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن روحا من الله سبحانه وتعالى نفخت في آدم عليه السلام، وإنما المقصود بنسبتها لله تعالى التشريف، وإلا فهذه الروح مخلوقة. وكذلك عيسى عليه السلام لما قال الله تعالى: وروح منه، لا يفهم أن روحا من الله سبحانه وتعالى الخالق نزلت في المخلوق، فالله تعالى لا يتجزأ، وإنما نسبها الله لنفسه من باب شنو؟ من باب التشريف، التشريف كقوله تعالى: ناقة الله وسقياها. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام سبقه له به في أمر عيسى عليه السلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية. طيب، الأشياء دي قال لك كلها في حال المعصية، ما بتبعد عنك المعصية، يعني ما بتنفعك. كون رب العزة والجلال علمه، وكونه خلقه بيديه إلى آخره، وإنما الذي ينفعه أو الذي نفعه رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه قال: وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالإنسان ما يتكبر ولا ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى أنها دافعة عن عذاب الله له إن عصى ربه. ما تقول: والله أنا كذا وأنا ود فلان ونحن كذا وكذا وكذا، عشان كذا أي معصية نحن في النهاية أصل الجنة دي بنخشها بنخشها. قال لك رب العزة والجلال خلقه بيديه وعلمه ما لم يعلمه للملائكة في ذلك الوقت، وأمرهم بالسجود له. قال لك شوف الفضل ده كله، فلما عصى أخرجه من شنو؟ من الجنة. فلذلك الإنسان لا يغتر بهذه الأمور ولا بغيرها، وإنما ينكسر لربه كما فعل آدم عليه السلام، فإنه لم يغتر وإنما رجع وانكسر إلى ربه سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ودي الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا، دي أهل كلمات، مش الحديث البرو، حديث ضعيف ما ثابت أصلا، ملفق ما ثابت ذاته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمستدرك الإمام الحاكم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اقترف آدم الخطيئة: قال اللهم إني أتوسل إليك أو أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنده
عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهو كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو نفسه الذي قال فيه الحاكم يروي الموضوعات عن أبيه، الموضوعات يعني المكذوبات، يعني الحاكم قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يروي الموضوعات عن أبيه، يعني بيروي الأحاديث المكذوبة عن أبيه، ده في الرواية بغض النظر عنه صالح ولا ما صالح، لكن في الرواية يروي الموضوعات. قال ابن حجر وسبب ذلك، يعني سبب هذا الاضطراب، أنه يتكلم في الرجل الحاكم، يتكلم في الرجل ثم يأتي ويروي عنه كما روى هذا الحديث، أن الحاكم ألف المصنف، ألف المستدرك وقد كبر في سنه وتجاوز 70، فصار شنو؟ ينسى، ينسى الحديث ما ثابت. هذه الآيات، القرآن ده أعظم ما فسر به هو كتاب الله نفسه، الآيات بتفسر، يعني بتلقى قصة في القرآن، قصة تلقاها في القرآن. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إلى آخره، فتلقى القصة دي في آيتين أو ثلاثة أو في آية في السورة دي في الحاقة، تمشي هناك سورة الشعراء تلقاها في كمية من الآيات، تمشي سورة تانية سورة الأعراف تلقى القصة مطولة. فتفسر هذا الإجمال أو هذا الكلام الذي أورد في، يعني باختصار تفسره في بالآيات التي فصلت وهكذا. فتحرير رقبة في القرآن تلقى، تاني تلقى في آية تانية فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى القرآن بيفسر شنو؟ بيفسر القرآن. فالقرآن لما قال الله فيه فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات نحن ما عرفناها لما قرأنا هذه الآية، لكن لما قرأنا هذه الآيات من سورة الأعراف والآية السابقة من سورة البقرة تبين لنا معنى الكلمات وما هي هذه الكلمات. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، دي أهل الكلمات، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أرجع تفسير ابن كثير، فدي أهل الكلمات. وللناس اللي بيوردوا الحديث الضعيفة دي والموضوع، طيب رب العزة والجلال بيّن كلام آدم عليه السلام، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أسينا في توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في توسل. طيب، فهذه الفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن الإنسان مهما بلغ من الدرجة والمنزلة الواجب عليه أن يخاف من المعصية وأن يفر إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينفعه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال لما لبس درع التوحيد آدم عليه السلام على بدن الشكر، فشبه رجوع آدم عليه السلام إلى ربه بالمحارب، وهذا المحارب المجاهد في سبيل الله أصابه العدو وهو إبليس بسهم، لكن نجاه الله تعالى. فقال لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل، يعني ما في موضع شنو الزول كان وقع فيه والسهم بيموت، فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، يعني عالج شنو الجرح بشنو بالانكسار لله سبحانه وتعالى، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة أي جرح، كأن لم يكن به قلبة أي جرح أو داء أو ألم، داء أو ألم.
عشان كذا الزول لو جمع الثلاثة أشياء دي، توحيد والشكر والانكسار، الله بنجيه. التوحيد والشكر والانكسار. قال الله تعالى في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامع السنن، وهو في صحيح الجامع من رواية أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإتل المعاصي تقابل بالتوحيد، وأن تشكر الله على النعم وأنك تعود إليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر ما يكون باللسان، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، يعمل آل داود شكرا. وإنت لما تعمل الصالحات فتشكر الله يغفر الله لك، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن شنو السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ده ما عمل، والعمل ده شكر. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والانكسار ده أمر واضح، إنسان ينكسر لله سبحانه وتعالى ويتضرع له ويتوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى. طيب، قال فصل: نجائب النجاة مهيئة للمراد. النجائب، قال هنا في التحقيق، قال: نجائب الأشياء خيارها وخالصها. لكن النجائب تأتي بمعنى ما يحمل عليه أو ما يركب، ما يركب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر الوادي الأفيح: تحملهم النجائب إلى الوادي الأفيح أهل الجنة لموعد عظيم وفيه النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال: نجائب النجاة مهيئة للمراد، يعني الأشياء التي إذا ركبتها وقمت بها نجاك الله سبحانه وتعالى. الزول الدارينجو يعمل شنو؟ الزول الدارينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى يعمل شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لما سئل عن النجاة، كيف النجاة ومن النجاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بل أقوى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما سأله معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما في الترمذي صححه الألباني في صحيح الجامع أيضا، قال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وذا النجاة، ذي النجاة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. دار تدخل الجنة وتنجو من النار، أرشد بالخمس أشياء دي: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تكون موحد، لا تعلق حجاب، لا تنادي شيخ، لا تمشي لصاحب قبة، لا تمشي للداعية، لا فكيلة غيره، كل هو السائل شرك بالله سبحانه وتعالى. والله بتاع القبة بتتبرك بالأتربة وتطوف بالقبة تتقرب للميت، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما توحد الله، توحد الله. ومن ابتغى
النجاة في غير التوحيد فقد هلك، ده هالك. اللي بيقول والله أنا بصلي كثير لله وبصوم كثير وبسبح وتراوب نقرأ قرآن ونبر والدينا، لكن التوحيد ده ما شرط كثير، يعني شنو حجاب ما فيها شيء، وكونه أنا نادي الشيخ ما فيها شيء، ما حاجة عادية، ده هالك ده هالك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وده الهلاك. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين مشركين من أنصار، ما في أنصار له يوم القيامة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالذي يريد النجاة الواجب عليه أن يفر إلى الله وأن يوحد الله وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال مهيئة للمراد، انت ما داير النجاة ده المراد وداير تدخل الجنة، هذه النجايب مهيئة. الآن انت الباب مفتوح، الزول الدار يتوب الباب مفتوح، بيجي يوم بيتقفل، والدار يوحد الباب مفتوح بيجي يوم بيتقفل، التوحيد بيجي وقت ما بينفعك، التوحيد ده العظيم ده بيجي وقت ما بينفعك. إذا أنت ضيعته الآن، 200 الوقت ده لما الملائكة تنزل ويحضر الموت كما فعل فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ليه قال له الآن؟ السؤال ده سؤال للمكان ولا للزمان؟ للزمان، في موضوع الزمان، يعني انت في زمن معين اذا حضرت الملائكة لقبض الارواح تاني ما بينفع التوحيد الوقت داك لو عدم فيما قبل، لكن اذا وحد العبد الآن نفعه التوحيد عند الموت، عند الموت يقول عقيدته تمام، ده يجي والموت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وسئل ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في نفس الجزء الرابع، هل صحيح أن الشيطان يأتي للناس عند الموت ويدعوهم إلى اليهودية والنصرانية إلى آخره؟ فذكر أن بعض الناس يبتلى في ذلك الوقت، وذكر قصة الإمام أحمد مجملة، القصة المعروفة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، عن الحج. طيب، قال نجائب النجاة مهيئة للمراد وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. إما الحديث ده ما عنده علاقة بشنو؟ بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني المستطيع والمبحج، فهذا لا يلوم نفسه أنه يبتلى في الموت أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ولا يفهم من هذا أن الذي يعتقد وجوب الحج ولكنه لم يحج، أن الذي يعتقد وجوب الحج أي من المؤمنين ولم يحج أنه بهذا يصير يهوديا، لا، ولكن قد يبتلى بسبب هذا فيكفر بالله رب العالمين، لكن مجرد الفعل الأول ليس بكفر، ليس بكفر، لكن قد يبتلى به، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات يقود بها الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود، موثوقة يعني مربوطة، والقيود معروفة، السلاسل والقيود.
يعني زول المطرود المخذول ده في النهاية مقيد ما بيقدر يسافر إلى الله سبحانه وتعالى، مطرود مخذول. ولا يخذل الله أحدا بغير حجة، وإنما هذا الذي يخذل له دسيسة في نفسه، وفيه من الخبث ما استوجب خذلان الله له سبحانه وتعالى. وإلا فلا يظلم ربك أحدا. طيب، بعد ذاك المصنف رحمه الله عرج على مسألة، المسألة دي عندها علاقة بالجمل الأولى الذكرى دي. ما هي هذه المسألة؟ أن الموفق من وفقه الله تعالى، والمخذول من خذله الله، تركه الله سبحانه وتعالى لم يوفقه. فذكر أمثلة لهذين الصنفين، قال: هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود، ونجم الخير. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، بيداء الصحراء معروفة، فتقلب الوجود، لأن الريح لو في ورق بقلبه إلى آخره، فهو يصف ويمثل ببلاغة حال من نجاه الله تعالى ممن استبعد الناس نجاته، وحال من خذله الله ممن استبعد الناس خذلان الله له. يعني في ناس في فهم الناس مفروض الناس ذيل يكونوا بعاد الله قربهم، وفي ناس في فهم الناس مفروض الناس ذيل يسلموا والله بعدهم سبحانه وتعالى. قال: ونجم الخير، ظهر الخير. فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك. أبو طالب، مش الناس ظانين أنه قريب في الوقت ذاك أنه بيسلم لأنه بدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ده هلك واختار الشرك والكفر اتباعا للآباء وخوفا من التعيير وخوفا من كلام الناس. قال: إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، اللجة البحر، غريق في الهلاك، الزل غريق. وسلمان على ساحل السلامة، سلمان من الفرس من فارس نجاه الله، فجاء من بعيد ليسلم، قربه الله تعالى، وهذا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فابتعد أهلك، عشان تعرف إنه الأمر ذا بيد الله سبحانه وتعالى. والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، في التيه يعني في الضلال وفي البيداء. وصهيب قد قدم بقافلة الروم، يعني شوف ديل كانوا ناس خاتينهم بعاد الله قربهم، وديل غاتينهم قراب الله شنو أبعد سبحانه وتعالى. قال: والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم. وفقه الله تعالى للإسلام، بل صار مؤذنا، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على قدميه في الأرض. وأبو جهل في رقدة المخالفة، أبو جهل، بلال في الجنة ويقول: الصلاة خير من النوم، وده نايم لكن وين؟ في الضلال، أبو جهل. فهذا من الحبشة رفعه الله تعالى، وهذا من قريش أذله الله تعالى، ليعلم الناس أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى ليس بالأجناس ولا بالبلدان، وإنما بالتقوى.
يعني بلال بيقول الصلاة خير من النوم، وده نايم مش نايم ساي نوم عادي، ده نايم في الكفر ذات وما صح ذات، عشان عارف الحق أبو جهل. لما قضي في القدم كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ وقضاه، علمه سبحانه وتعالى وعلمه أزلي، وكتبه علمه فشاءه فخلقه فكتبه سبحانه وتعالى. لما قضي في القدم بسابقة سلمان أي إسلام سلمان الفارسي، عرج به دليل التوفيق. بعد دار يحكي شنو قصة سلمان، لكن بالإجمال ما قصة طويلة، لأن سلمان الفارسي كبير في السن رضي الله عنه، هو أكبر صحابي أكبر صحابي. ابن الجوزي قال عمره 250 سنة، أرجع صفة الصفو، قال عمره 250 سنة، والكلام ده في ناس قد ما يصدقوا، لكن لو قريت قصته وإسلامه حوشين، قريت القصة دي براك بتلقى نفسك بتبكي براك. والحاجة الثانية بتعرف رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، والحاجة الثالثة بتعرف انه أن هذا الرجل عمره الله، أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. هو حضر من جده حضر عيسى عليه السلام، يعني زول أبوه حضر عيسى عليه السلام، جده سلمان الفارسي حضر الوقت ذاك، يعني بينه وبين عيسى عليه السلام شنو نفرين أو ثلاثة، والفترة دي كلها حضر عليه السلام عيسى عليه السلام رضي الله عن سلمان رضي الله عنه. كان أصلا أبوه مجوس بيعبد النار، وسلمان الفارسي رضي الله عنه كان أبوه صاحب مال وعنده مزرعة، وكان لا يريد خروج سلمان من البيت خوفا عليه، فخرج ذات يوم أمره أبوه بأن يتفقد الزرع، وهذا بين العصر والمغرب، فخرج أو رجع في ذلك الوقت بين العصر والمغرب، فمر بكنيسة فوجد رهبانا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكانوا في ذلك الوقت على الحق، فأعجبته عبادتهم، فلما رجع إلى البيت وذكر ذلك لأبيه خاف عليه فوثقه، ربطوا بالجنازير، قال تاني ما في مرقة ومجوس بس تعبد النار تبقى معانا كده. وعجبته شنو العبادة دي، حتى وفقه الله تعالى فخرج، فقال لبعض الناس أريد أن أهاجر معكم، أي فرارا من والده ومن هذا الدين اللي هو دين المجوس، فأخذوه معهم، وفي الطريق باعوه، ساقوا على إنه شنو هو مهاجر خايف، دار يبقى معاون ودار يبقى نصراني مسيحي في الوقت ذاك نصراني. المهم وهون استغلوا المسألة دي فقاموا باعوه، لكن باعوه بعد فترة، فرافق عابدا من عبادهم قسيسا من قساوستهم، فرافقه وأخذ يتعبد معه حتى أدركه الموت، ألاس القس ده شنو دار يموت، فقال أي بني لا أعلم اليوم أحدا على وجه الأرض أعبد لله سبحانه وتعالى من فلان، فاذهب فالحق به. قال لي بس الزمن ده ما أفزول بعرفه بعد أنا أموت عنده عبادة واجتهاد إلا فلان بس مش له رافق، فذهب إليه لما مات هذا، فرافقه حتى أدركه الموت، فقال أي بني لا أعرف أحدا أعبد لله سبحانه وتعالى
اليوم إلا فلان، فدله على رجل، ثم حدث له مع قومه مع بعض الناس أمر، الزول العابد الدل عليه يظهر العبادة ويجمع المال ويخبئه، وسلمان يعلم بهذا لأنه رفيق له. فلما أدركه الموت ومات تكلم سلمان الفارسي، قال له أنا الزول ده ظاهر العبادة وكذا وكذا، لكن كان بيجمع المال وبدسه. فغضبوا على سلمان فدلهم على مكان المال، فذهبوا فوجدوه فعلموا صدقه فتركوه. ثم ذهب إلى رجل آخر فقيل له، فقال له ذلك الذي دل عليه: لا أعلم اليوم رجلا صالحا أدلك عليه، ولكن هذا أوان خروج نبي من الأنبياء وهو آخر الأنبياء. ثم دله على علامات صدق نبوته، أنه بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل شنو الصدقة. ثم أخذوه وأخذوا يبيعونه ويشترونه حتى بيع إلى يهودي في المدينة، فجاء المدينة وأخذ يعمل لهذا اليهودي وقد كبر في سنه، سنوات مشت سنين طويلة جدا. وبينما هو يعمل فوق نخلة من النخل، إذا برجل يأتي إلى هذا اليهودي فقال له: أقبل رجل من مكة يريد المدينة وقيل إنه نبي. فسمع سلمان ذلك الكلام فنزل من النخلة، فقال للذي أتى بالخبر: ما صفته؟ فالتفت إليه سيده من اليهودي فلطمه، قال: ما شأنك وهذا يا عبد؟ اصعد. فصعد وتتوق نفسه لهذا النبي، فلما علم بمقدمه وعلم بمكانه ذهب إليه بتمر فقدمه، قال: هذه صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه صدقة. فقال لأصحابه: كلوا، لبعض أصحابه: كلوا، لا نأكل الصدقة، لا أكل الصدقة. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم رجع فجاء بتمر فقدمه بطعام، فقال: خذ هذه هدية. فأكل منها ثم قدمها لأصحابه من الهدية، فقال: هذه الثانية. ثم إنه سمع بوفاة أحد من الليل، فجاء إلى مكان الدفن إلى القبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم يحفرون القبر، ورداء النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من ظهره ويرفعه إلى آخره، وسلمان الفارسي يأتي من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ترقبه لشيء كشف عن موضع الخاتم، فلما رآه أقبل عليه فقبله وقال: أشهد أنك رسول الله، فأسلم. فلما أسلم رجع إلى سيده من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أمرهم بأن يساعدوا بأن يعينوه على مكاتبة اليهودي، فكاتب اليهودي بأنه يغرس له من الغرس كذا وكذا على أن يخلي سبيله، على أن يعتقه. فساعده الصحابة أعانوه حتى أعتق رضي الله عنه، فذا سلمان الفارسي. فتنقل بحثا عن الحق حتى دله الله تعالى على الحق. هنا ابن القيم رحمه الله قال: لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس مجوسية، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، يعبد النار شرك. فلما علاه بالحجة، غلب والده بالحجة، لم يكن له جواب أي لأبيه
إلا القيد. حجة حجة شنو؟ ولا أبو بعد ما عنده جواب إلا شنو القيد. ودي الحجة دي الآن شغالين بها ناس كتار جدا، تناقش تدي الأدلة لكن تطول بالك، ما في نهاية والد. تدي الأدلة في ناس الحمد لله بيستقيم، والده ذاته بعينه، ديل ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وديل نسأل الله يجعلهم ممن قال الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وديل الله بلمهم في الجنة، بيجمعهم في الجنة. لكن المشكلة في ناس بيقفوا ضدك، والله الذي لا إله غيره، في أي شيء يقول لك شفت بعدقنك دي ما تخش البيت ده، أنت تقعد برا في السقط وتعبان وتمش وين، والليلة جاي أبيت معاك وأصحابك، شغلة طويلة جدا تبتلى، والله الذي لا إله غيره. فإنت تصبر ولا شاك لكم أش نبذ، وكلام طويل جدا. طيب قال لم يكن له جواب إلا القيد، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، من يوم حرفوا الحق إلى الباطل وحرفوا الأجوبة المبنية على الحجج إلى هذا الجواب البائس اليائس الذي يدل على الضعف، صاروا يتعاملون به كما قال تعالى أتواصوا به، على الكفر ديل أتواصوا به، كافر تلقى قديم وكافر جديد نفس أسلوب واحد كما قال تعالى أتواصوا به. طيب قال وبه أجاب فرعون موسى، فرعون أجاب موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، الجهمية لما حجته انقطعت في النهاية بيقول شنو بس شغل جلد بس دار يرجعوا بالقوة، لكن حجة الإمام أحمد حجهم حجهم. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام، ويعني بذلك أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله ورحم الإمام أحمد ورحم الجميع. قال وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، دخلوا السجن، وها نحن أولئي على الأثر. ابن القيم رحمه الله يقول وها نحن أولئي على الأثر، وهو أيضا صاحب الكتاب سجن رحمه الله تعالى. نازل وفقهم الله نحسبهم والله حسيبهم، زول اكتب كتاب في طريقه للحج زي زاد المعاد 4 مجلدات، إن قريته لو قالوا لي أكبر دكتور قبل ينال الدكتوراه وبعد ذاته حضر كتاب زيه ما استطاع، ما استطاع إلا بعد الله أن يستعين بالكتب والمصنفات. وده بيكتب على الدابة وينزل في الطريق في السفر يكتب يكتب، أم يشوف الكتاب تواريخ وفوائد وأحاديث ونصوص وسيرة، وده كله من الصدر، شغل ذاته عجيب، والله الذي لا إله غيره. هذه ابن تيمية تقرأ الفتاوى بدو أسئلة أنت ذاتك تتعجب فيها، ويجاوب يجاوب ويجيب أقوال تتعجب فيها، تتعجب من النصوص استنباطات. طيب قال وها نحن أولئي على الأثر، فنزل به ضيف، نزل بسلمان ضيف ولنبلونكم، وصف البلاء بأنه شنو ضيف، أنه سرعان ما يذهب ولا يبقى. ولنبلونكم أي بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال فنال بإكرامه، لما أكرم الضيف، الضيف النزل به البلاء، والبلاء يكرم بشنو بالصبر، فلما صبر نال مرتبة، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت،
سلمان منا أهل البيت. وهذا يروى حديثا مرفوعا وهو ضعيف، ويروى موقوفا على علي رضي الله عنه وهو صحيح، أي من كلام علي صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى. لكن كون يكون حديث صحيح من رواية عمرو ابن عوف فهذا ضعيف، ضعيف يعني ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن شنو؟ عن علي رضي الله عنه. وعلي من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهلي. طيب، وما بيروا فيه قصة، والقصة ضعيفة، إنه المهاجرون قالوا سلمان منا، والأنصار قالوا سلمان منا في المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلمان منا آل البيت أو أهل البيت، فهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت عن علي رضي الله عنه. وفي النهاية علي من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه. طيب، قال فسمع أن ركبا على نية السفر فسرق نفسه من أبيه، يعني خرج خفية، السرقة فيها الخفاء، خرج خفية من أبيه ولا قطع، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، يعني مدين ما قطع طريق، وإنما سرق، ولكن سرق مباح بل واجب. فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلبي أو مطلبي السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء، وقوف الأدلاء، الأدلاء الناس اللي بيبيعوا ويشتروا. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الرهبان العباد من النصارى لما أحسوا إنه خلاص آخر واحد، ما قال له تاني أنا ما بعرف ليه زو شنو صالح في الأرض، لكن ده زمن النبي من الأنبياء وهو محمد بن عبد الله إلى آخره. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا. أعلام جمع علم، علم العلامة والآية، والإعلام الإخبار على نبوة نبينا، وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل، يعني زمنه جاء ما تضل، قال لقيته اتبعوا. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، وإنما باعوه، ما جمعوا الرفيق، باعوه، وده الآخر واحدين فيهم. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، الناس تحاول ترجع لصفة الصفو، بتلقى الكلام بنص، تلقى الكلام الذي ذكرته تجد النص، والنص مبين ومفصل ولا اضطراب فيه، يعني في الأذهان. قال فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ما جمعه الرفيق، باعوه، شروه يعني باعوه، بخلاف اشترى، اشترى معروف، أما شرى أي باع. قال فابتاعه يهودي بالمدينة، فابتاعه يعني اشتراه، ابتاعه يعني اشتراه. قال عبد الغني قال البسام، عبد الله البسام في شرحه لعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، قال البيع يطلق على البايع والمشتري. قال فابتاعه يهودي بالمدينة، ده آخر سيد له في المدينة، اشتراه يعني. فلما رأى الحر، أي رأى سلمان الحر، الحر المكان الذي فيه حجارة أو حصى سوداء، سوداء. فلما رأى الحر توقد حر شوقه، يعني اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره وإنما سمع به، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، الوجد
الوجد والذوق والأشياء اللي معروفة في القلب، وهي من آثار المحبة الوجد. فلم يعلم رب المنزل، يعني اليهود ده سيد المنزل، بوجد النازل، يعني أن هذا النازل وهو سلمان مشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجد ومحبة. فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير. قدم البشير، أي تفضل أزين، وحمزة والعباس وغيرهما الحارث إلى آخره، هؤلاء أخوان عبد الله لأب وليسوا أشقاء لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو طالب هو شقيق من عبد الله، لذلك هو الذي كان يرعاه إلى آخره. المهم أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، أنا ودنا فلان وهو شكذي، لحد ما لما جاء الموت قال على ملة عبد المطلب. وإذا ذكرت الأموال عد الإبل، من يقول المال شوف شوف نظره، يعني نظر الدنيا بعد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته يعني دكانه أو المكان الذي يذهب إليه للتجارة، المهم قال المسجد، يعني تجارته تجارة أخرى ما تجارة الدنيا. وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، ولباس التقوى ذلك خير. وعن وساده الذي ينام عليه قال السهر، يسهر في طاعة الله. وعن فخره قال سلمان منا، يعني يفتخر بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كن الحديث ضعيف لكن هو قريب من 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 جانب كلام علي رضي الله عنه. وعن قصده قال يريدون وجهه، يعني أنه مخلص لله سبحانه وتعالى. وعن سيره قال إلى الجنة. وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، أدلجنا الدلج يعني السير من أول الليل، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، الحادي الذي يحدو الناس ويدعوهم في الطريق ويشجعهم. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، فقصته فيها من العبر والفوائد الشيء العظيم، منها ما ذكرنا بعضه في الكلام من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد بعبد الهداية وفقه لطريق الهداية، وأن الصادق مهما طال بحثه فسيصل إلى الحق. بس أنت كيف تكون صادق مع الله؟ لأنه في حاجات أنت بتخفى عليك، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لكن أنت تصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم. قال الذنوب جراحات، الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. التازب تعمل ذنب لسه ثابت، لكن الذنب ده بيضعفك شوية، والتاني قال لك رب جرح وقع في شنو؟ في مقتل. عشان كيف تلقى شباب واحد تلقى يقع في ذنب طوالي يرجع لله سبحانه وتعالى، لكن واحد الذنب بيدخل له في قلبه بعد شوية تلقاه فارق درب الاستقامة. سمعناهم كثير، حميز ما جيت منطقة في أم درمان، بعد انتهيت جاني زول قال لي فلان ذكر لي اسمه، قلت له قال لي زول فارق الدرب فارق الاستقامة،
مرق تب مرق. قلت له ماله؟ قال لي والله هوا بس، شغل هوا بنات وناي ولخبطة فرق. إن كانوا ما يخرج من الملة لكن يعني ما الاستقامة المطلوبة. عشان كي ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال: فرب امرأة تنظر إليها فتعلق في قلبك فتهلكك. ناس كل يوم يعاينوا عاين بالقزاز ويتلفت وأفلام ومناظر، بعد شوية لما شنو يهلك. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الخلق موقوف على الخطر إلى آخره، أو كما قال. قال: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. ده خروج مو جائز، ده واجب. الخروج حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، في صحيح مسلم لحذيفة رضي الله عنه: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب أو ضرب، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لكن هذا النوع ده كله حرام، ما يقول شوك يقول لك وكذا وتفصيلات بتاعت الهواري ذاك وفلان وفلان تنقل عنه، كلام كله باطل ما بجوز. قال: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. ما الهوى ده عنده سلطان، الزول كان عقله ده مزحة في النهاية شنو؟ قال ابن تيمية رحمه الله لما سئل أيهما أفضل، الملائكة أم صالحو البشر؟ طبعا دي مسألة فيها كلام طويل، لأن في ناس بيقولوا الملائكة باعتبار أنهم لا يذنبون لا يخطئون، وفي ناس بيقولوا البشر، والبيقولوا البشر بيقولوا لأنه الله قال للملائكة اسجدوا لآدم، والشيطان قال له قال لي لرب العزة والجلال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، بماذا كرمته؟ بأن أمرت الملائكة بالسجود له، فالتكريم بالسجود. فإذا أمر الملائكة بالسجود له إذا كرمه على شنو؟ على الملائكة. وابن تيمية فصل في المسألة بيقول الملائكة بجنسهم وبعبادتهم وإلى آخره أفضل من البشر بعمومهم، والمؤمنون أو الأنبياء ومن تبعهم بإحسان أفضل باعتبار آخر، لأن قال: ودليل ذلك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سئل أيهما أفضل، جبريل وميكائيل أم محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر كلاما في آخره أن الله ما خلق أحدا فضله على النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل. وأدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى وقف جبريل فقال: لكل مقام معلوم، هكذا قال جبريل عليه السلام. فقال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا يفارق الخل خليله؟ قال: نعم، لكل مقام معلوم. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى. ولما سئل هل رأيت ربك؟ قال: حجابه النور أن أراه، نور أن أراه، أي حجابه النور، أي أنه لا أراه في الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. طيب الكلام ده علاقته بالكلام ده شنو؟ قال ابن تيمية: فالبهائم فيها شهوة وليس لها عقل، والملائكة لهم عقول ولا شهوة لهم، والبشر فيهم الشهوة والعقل، فمن قدم شهوته على عقله صار إلى شنو؟ البهائم، ومن قدم عقله إلى على شهوته صار إلى شنو؟ الملائكة.
أو كما قال رحمه الله تعالى في الفتاوى. قال: دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. دار الهوى، الدنيا دي ما دار هوى. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. وقال في سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ولهو الدنيا دي دار لعب ودار له إلى آخره، لكن الواجب أن يعبد العبد ربه فيها. قال: دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. قامرت من القمار، يعني لعبت قمار، لكن بشنو؟ في العمر. ولعب مع منو؟ زول بيلعب قمار ومع وبالعمر كمان، خاطر بعمري. فبدل أن يقدم عمره لربه قدمه للشيطان، للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها إذا باعها لله، ما الله اشترى من المؤمنين. موبقها أي مهلكها إذا باعها لشنو؟ للشيطان. قال: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. يعني نظرة بس للحرام دي بداية حرب. قال: فاستتر منها بحجاب. قل للمؤمنين، باقي الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك شنو؟ أزكى لهم. دي فيها تزكية للنفوس، غض البصر وحفظ الفرج. فقد سلمت من الأثر، أي بغض البصر، وكفى الله المؤمنين القتال. قال بحر الهوى، نختم بهذه. قال: بحر الهوى إذا مد أغرق، أما يزيد بغرق اتباع الهوى. وأخوف المنافع، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. الزول اللي بيعوم يغطس ويفتح بصره في الموية شنو؟ بيغرق، عيونه بتحرقوا، شغلته بتجود جوا. قال لك: بحر الهوى إذا مد أغرق. وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء، عشان كده تغض بصرك برضو هنا. قال: ما أحد أكرم من مفرد، ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، أو مفرد، مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في قبر، في القبر في روضة، ليس كعبد قبره محبسه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. فالإنسان يجتهد في طاعة الله، ويعلم أنه إذا اجتهد في طاعة الله وصبر في هذا الطريق الموصل إلى رضا الله فإنه تؤنسه حسناته في قبره، وإلا فإن اتبع هواه فإن سيئاته تهلكه في قبره. لذلك لما ذكر ابن القيم عذاب القبر، وذكر مجموعة من المعاصي التي عليها الدليل، كالغيبة من أسباب عذاب القبر، والزنا، وأكل الربا إلى آخره، وعدم الاستنجاء من البول، والنميمة. قال: وسائر المعاصي من أسباب عذاب القبر. الإنسان يجتنب المعاصي ويعمل بالطاعة. إذا مد الله في الآجال نأتي ونواصل.